انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا عندي هوية، مستحيل تشوفي فستاني ما تعرفي انه هذا هويدا. انا كتير مرتبطة بالتاريخ، انا حدا من جواتي بحب التاريخ، بحب الحضارات، اي شيء جديد بدي امله، حتى لو جديد بده يكون متاخد من شيء. يعني اعطيكي فكرة، مثلا في كولكشن عملتها من ضمن كل افكاري هيك، اسمها فلابرز ان دمسكس. فلابرز هن البنات من اوروبا بالاربعينات، يعني بال 36 لل 40، هن بنات طلعوا باوروبا نهاية الحرب العالمية الثانية. هدول البنات اعترضوا على اللي صار فيهم بالحرب. ليش دورت عليهم هدول البنات؟ لأني اكتشفت، أنا وعم بدرس تاريخ الأزياء اكتشفت أنه فجأة من الكورسات تبع القرن الثامن عشر اللي كتير كتير فيمينين كتير أنسة، فجأة تتحول الفساتين لفساتين مثل الجلابية، يعني هيك بدون خصر بدون شيء. فاكتشفت أنه رفضوا أنهم يكونوا بنات لأنه كتير تعاملوا بقسوة بالحرب، فبدهم يتشبهوا للرجال، فصاروا يلبسوا تياب واسعة وصاروا يدخنوا وصاروا يشربوا ويسكروا وهيك لمدة 10 سنين لحديت ما اجتهم الكرايزز على يوروب. فهدول البنات قرروا انه الله غضب عليهم لانه هنن عم بيعملوا هيك. فانا هدول الفلابرز هنن بزيارة لدمشق، نزلت على الشام اخدت بوتيك هوتيل كان بال 2011، بيت دمشقي بيطير العقل هيك اللي فيه البحر وهيك. جبت العرضات والمصور وجبت تخت شرقي وخليت هدول الفلابرز اللي هن جايين من يوروب من الأربعينات يكونوا ببيت دمشقي، وعملت فوتو سيشن. أي فكرة بعملها باخدها من التاريخ. عملت مرة كولكشن إنه لو ماري أنتوانيت فقت هلأ وحبت تلبس لبسنا شو بتلبس، فهو هذا الميكس بين القديم وبين الجديد. غير إنه الأزياء إذا كان في خط بياني للأزياء فهو بالقرن الثامن عشر كان وصل للكليماكس، لأنه هو كان يحترم المرأة. اللبس كان بيوحي لرقي وشياكة وقمة الأنوثة، وهذا المعادلة الصعبة كتير بيعانوا منها المصممين، إنه بده يطلعك إنه أنت مفعمة بالأنوثة بس بطريقة محترمة مو بطريقة شيء. كانت بالقرن الثامن عشر محققة هاي المعادلة. بعرف أنا ست، أنا لما بكون رايحة على عرس وبدي فوت هيك بين الستات بعرف شو الشيء اللي بحب أنا، يعني بحس شو بتحب يكون شكلها. أي ست تجي لعندي بعطيها تماماً اللي بدها يعني. أنت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.